مبروك يا أهالي عش الدبور. أنا وأعضاء المخترة قابلنا المسؤولين وجبنا كتاب رسمي منهم بنص على أبعاد الطريق يلي عم يشقوه 2 كيلومتر عن قبر أبو مرتاح. يعني أبو مرتاح يضل بقبره مرتاح؟ طبعاً، ولا رح نسمح لعصفور ابن يوم يزعجه يا أم صالح. يلا يا إسماعيل. وين رايح يا مختار؟ بدنا نروح محل ما عم يحفروا الطريق حتى نسلم الكتاب للأستاذ ناصر. مع السلامة يا مختار. خير 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 يا مختار. شوفي هاي كتاب من دائرة تخطيط الطرق وعليها كافة الأختام والتواقيع. تفضل. بس الطريق ما رح توصل على قبر أبو مرتاح يا مختار. أخي ولو كان، مالك شايف السيارات والموتورات والشاحنات كيف رح تصير رايحة جاي من جنبه؟ قسما بالله لما رح تمرق بالطريق رح ترج القبر رج وعلى تزمير وتشفيط وازعاج. ومنخاف انه ابو مرتاح دستور من خاطره يتجل ويسبب لنا شي مصيبه لا تضيعها. دستور من خاطره. الله وكيلكم يا جماعه، من 10 ايام وانا عم شوفه بمنامي واقف على هالتله هي ولابس ابيض وابيض وعم يصرخ يقول يا اهل الضيعه بعدوا الطريق عني احسن ما تجيكم مصيبه بعدو. يا سيدي كلامكم على راسي وعيني، بس إذا رح نعمل مثل ما نكون طالبين الطريق رح يطول كتير. أخي يطول يقصر ما دخلنا نحنا، مصلحة ضيعتنا فوق كل الاعتبارات. بس يكون بعلمكم ها، التكاليف رح تزيد شي 30% على الأقل. ولك يا مهندس ناصر إن شاء الله تزيد 1000%. أنت شو همك؟ هذا أبو مرتاح مو ضحكة لعبة. مال الطريق فعمت الافراح. وعليكم السلام يا حمدي. وتراقصت شمس وطل صباح، وازدانت الدنيا بنصر، وازدانت الدنيا بنصر. رافع شو هي؟ ساحق. وازدانت الدنيا بنصر ساحق، فالكون روض زاهر وأقاح. ومضى أبو خلف. ومضى أبو خلف إليهم شاهرا شمس الحقيقة، إنه لك مصباح. الله الله، فهنا أبا مرتاح في القبر الذي رخصت له الأموال والأرواح. شكرا جزيلا. والآن الكلمة لصاحب الكلمة والفعل، مختار المخاتير، مختارنا الجسور، حامي عش الدبور والقبور، المحترم أبو خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي أعضاء المخترة أبو معن، أبو عوض، الحاج فهد، أبناء قرية الأعزاء، أقسم بالله في ملكوته وأشهده تعالى في جبروته، أنا لم أفعل ما فعلته من أجلي أو من أجل أعضاء المخترة أو من أجلكم، بل فعلت ما فعلت من أجل الأجيال القادمة.
ليست المسألة مسألة قبر وطريق، المسألة مسألة احترام وتقدير. فأبو مرتاح بركتنا ومصدر شهرة ضيعتنا وحامي زرعنا ومالئ ضرعنا. الله يزيدك يا مختار. ألم يخبركم الحاج فهد كيف جاءه في الحلم ينذره بالمصائب العظام؟ يا ويلي إن تحقق المنام. إيه والله يا مختار، ولابس أبيض بأبيض. نعم نعم يا مختار، كثرة الضفادع والفيران ببستاني، وهلأ عرفت شو السبب. وأنا يا مختار بقرتي ما عاد حلبت مثل الأول، نشف حليبة والأكلة. هذه ليست سوى إنذارات، إنذارات أولى أرسلها لنا أبو مرتاح من قبره. ولكن الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أزال عنا الخطر ودلنا إلى طريق الظفر، وانتقل الطريق المنحوس باتجاه قرية الجربانية بعيدا. شكرا لكم. عاش المختار لهذا الانتصار. عاش عاش عاش. عاش المختار لأنه حرف الطريق. عاش عاش أستاذ ناصر. شو في يا أبو محمود؟ تعال شوف شو طلع معي أستاذ. هات لشوف. غريب، هي شاهدة قبر. المرحوم أبو مرتاح. ليش قبر أبو مرتاح؟ مو بضيعة عش الدبور؟ وركي يا عيني عليك، وركي يا عيني عليك. أنا كنت متأكد إنه أبو مرتاح مدفون هون بضيعتنا، مو بضيعة عش الدبور. ويا ما سمعت هالكلام من أبو جدي الله يرحمهم. بس للأسف يا جماعة ما كان بإيدنا أي دليل، بس هلأ والحمد لله الحمد لله بانت الحقيقة مثل عين الشمس. عثمان. نعم مختار. الله يوفقك يا ابني، جهز البيك أب بسرعة. حاضر. يا شباب انت لازم توقف الحفر فورا. عفوا ليش مين حضرتك بالاول؟ ما تعرفنا. لا تؤاخذنا، انا ابو مصباح مختار قريه الجربانيه. اهلا وسهلا. بس يا مختار انا ما فيني وقف الشغل بدون بلاغ رسمي. ولو يا حضره المهندس، ولو سلامه فهمك. شاهده قبر ابو مرتاح اللي لقيتوها احسن من اي كتاب رسمي. اسف يا مختار، برجع باكد لك انا ما فيني وقف هذا الشغل الا ببلاغ رسمي. ايش علي؟ تكرم عيونك يا استاذ، راح جيب لك 10 كتب رسميه، لا و10 بلاغات فوقهن كمان، ومن اعلى المستويات. وحياه عيونك نديم. عمي وين لقيت الشاهده؟ هون يا مختار. هون شباب، بتحطوا لي كم حجره هون وبتحافظوا لي على هالموقع التاريخي. ها على هالموقع التاريخي، وينكو؟ ما بتخلوا حدا يقرب لهون لحتى ارجع. نديم، عثمان، تعالوا معي. يعني هلا قبر ابو مرتاح طلع بضيعتنا؟ ضيعة الجربانيه؟ اي والله يا رفيق، بضيعة الجربانيه. متاكدين؟ ولو
كلياتنا شفنا شهادة القبر بعيننا، هي اللي راح ياكلها الدود. بس المصيبة الفظيعة يا رفيق انهم عم شقوا طريق فوق القبر مباشرة. أعوذ بالله، فوق القبر؟ العمى على هالمهزلة. بس ولا يهمكن وحياتكن لخليهم يحرفوا الطريق 10 كيلومتر عنه. سيدنا ليش لا يحرفوه؟ ما في داعي يحرفوه ابدا، خليهم يرجعوا الطريق محل ما كان جنب ضيعة عش الدبور وصلى الله وبارك. لحظة لحظة. الو؟ مرحبا رفيق نضال. انا رفيق بهاء الدين. شلونك؟ شلون الصحة؟ الله يسلمك. اسمع يا رفيق نضال، في عندي وفد من اهالي ضيعتي، ضيعة الجربانية، عم بيخبروني انه ورشاتكن عم يشقوا طريق فوق قبر ابو مرتاح. ايه صحيح، بس نحن بعدنا الطريق كذا كيلومتر عن قبر ابو مرتاح يا سيدي. اسمع يا رفيق نضال، انا ما عم احكي على قبر ابو مرتاح المزيف يلي كان بضيعة عش الدبور، انا عم احكي على قبر ابو مرتاح الاصلي يلي طلع امبارح بضيعة الجربانية. صدقني ما عندي خبر عن هالموضوع يا رفيق بهاء، ما حدا قال لي، فعلا ما حدا قال لي. ماشي الحال، وهي انا عم اقول لك وبخبرك، بدي الطريق يرجع محل ما كان، مفهوم يا رفيق؟ مع السلامة. رجعنا نشتغل هون. والله هيك اجتنا التعليمات. شو ابو مرتاح ما له حرمه عنكم؟ بس قبر ابو مرتاح مو هون. لا شو يا اخي، خلونا نفهم منه. اسكت شوي. وين كان قبر ابو مرتاح؟ يا مختار، عم بيقولوا انه قبر ابو مرتاح طلع جنب ضيعه الجربانيه. كذب، هذا اسمه كذب وستين كذب كمان. ابو مرتاح طول عمره مدفون هون، عليم الله من 1000 سنة واكثر. لك انا من لما فتحت عيوني على هالدنيا بعرف قبر ابو مرتاح هون. لك اخي شو بدنا بهالعلاك الفاضي؟ انتو لازم توقفوا الشغل فورا. علي ما علي ما بيمشي هذا الطريق الا على جدتنا. تفضلوا تفضل يا اخي تفضل. شو العلاكات؟ يا جماعه اشتغلوا اذا بتشتغلوا لكان. يا جماعه يا جماعه طولوا بالكم، انا مالي علاقه بالموضوع، اطلعوا شوفوا الاستاذ نضال وشو بيأمر انا حاضر. ايه شو عليه منروح؟ شافوا مختار؟ شافوا ماشي الحال دان. ماشي الحال، امشوا خليكم بيعرضكم انتو. شرف مختار. يعني والله شيء بخير، انتو عم تقولوا ان قبر ابو مرتاح موجود عندكم وجماعة بيعة الجربانية عم يقولوا نفس الحكي. يا استاذ نضال لا تحتار ولا على بالك، قبر ابو مرتاح عنا ابا عن جد، واهل ضيعة الجربانية كذابين وصاحبين مشاكل. يا اخي بزمانهم سرقوا غنم من ضيعتنا وباعوه، حدا بيصدق هالقصة؟ وسرقوا جمل لواحد بدوي كان نازل عندهم وبالعلامة ذبحوه واكلوه، ومختارهم لا بيعرف لا يقرا ولا يكتب. هلا انا هذا الكلام كله ما بيفيدني، اللي بدي اعرفه بالتحديد ابو مرتاح مدفون عندكم ولا عندهم؟ يا أستاذ نحن جبنا لك كتابة من الرفيق أبو كنان بيأكد لك أنه أبو مرتاح مدفون عنا، يعني خلاص انحسمت المسألة. وكمان إجاني اتصال من مسؤول كبير بيأكد أنه أبو مرتاح مدفون بضيعة الجربانية. مع احترامي لكلامك هذا اسمه زور وبهتان. أصبح أنا واستبيانا للحقيقة رح أطلب من السلطات العليا المسؤولة تشكيل لجنة فنية أثرية تاريخية للكشف على الأبرين وبيان الحقيقة، وبناء عليه يا بيكون الطريق عندكم يا عندهم. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. أكيد طلع معكم أنه هذا القبر هو قبر أبو مرتاح الله يرحمه، مو هيك؟ والله ما بقدر نقرر حتى نزور القبر الثاني اللي بضيعة عش الدبور، بعدين بنعطيكم خبر. شو عليه؟ شباب ولا يهمكم،
شو ما بدهم يقرروا يقرروا، بس اكيد اكيد هذا القبر قبر ابو مرتاح. الله يرحمك يا ابو مرتاح. طلع معهم يطلع قبر ابو مرتاح هون وراح يضل هون. يا حيف عليكم ابو مرتاح. ابو مرتاح وين مدفون؟ توصلت اللجنة المختصة إلى أن قبر أبو مرتاح موجود في لحظة. ألو، احترامي سيدي. نعم سيدي نعم. لا لا استمع، هلأ بلشنا نكتبه. وين بتريدوا القبر يكون سيدي؟ حاضر سيدي حاضر. علم علم. مع السلامة سيدي مع السلامة. مكتوب إن القبر موجود في قرية الجربانية. ألو؟ احترامي سيدي احترامي. نعم سيدي. هلأ بلشنا بكتابته. لا 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 يعني لسه ما خلصنا سيدي. نعم سيدي. يعني أنتم متأكدين إنه القبر موجود بعش الدبور؟ عفوا سيدي عفوا. نعم. لا 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 مفهوم سيدي مفهوم. نعم سيدي مع السلامة مع السلامة. اشطب لي الجربانية واكتب عش الدبور. لحظة. ألو احترامي معلمنا. أهلين سيدنا أهلين. لا سيدي لا ما خلصنا هلأ عم نكتبه وبعدنا بالمقدمة. نعم نعم سيدي. نعم سيدي نكتبه بالجربانية يعني. لا 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 سيدي بالجربانية بالجربانية. نعم سيدي نعم 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 مفهوم سيدي مفهوم. حاضر. مع السلامة سيدي مع السلامة. اشطب عش الدبور اكتب الجربانية. لحظة دبور اكتب الدبور. اشطب الدبور الجربانية اكتب الجربانية. الدبور الجربانية اكتب الجربانية. بيصير هيك؟ شو اعتمد؟ وين بدنا نحط القبر؟ أبو مرتاح قبره عنا والكذاب يفل عنا. أبو مرتاح قبره عنا والكذاب يفل عنا. يا
شباب عش الدبور كلام الجربانية زور. يا شباب عش الدبور كلام الجربانية زور. ولك مين كلام زور ولك مين؟ ليش في غيركن؟ ولك خراس قبل ما قصر سنك ولك خراس إدعى قصر أشوف بركب مزعلك رح أبتعد ولك رح أحضر شيكي بدل سعلك ولك علمت قناتنا من مصادر موثوقة أن مشكلة قبر أبو مرتاح قد تفاقمت في الأيام الأخيرة، وللوقوف على آخر الآراء معنا مباشرة على الهاتف الأستاذ نوح الفاضل خبير شؤون المقابر الغابرة. أستاذ نوح مساء الخير. أهلي مساء الخيرات. أستاذ نوح، ممكن تعطينا رأيك بهالمشكلة العويصة؟ بيانا للحقيقة والتاريخ أقول وحسب معلوماتي ومصادري الموثوقة طبعاً إن أبا مرتاح قد دفن في القرن الرابع في ظاهر قرية الجربانية. كذاب، مو معقول كذاب، شو هالحكي كذاب ومين كذاب يا حبيبي؟ لعل الأصوب أنه ربما كان في قرية الجربانية أو عش الدبور. ما مو معقول كذاب يا أخي، والله خلط 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 خلط. يجوز الوجهان كما سكروا. ما زلنا أعزائي نتلقى بعض الإيميلات بعد المناظرة الهامة التي جرت بين الدكتور كامل والدكتور برهان حول أزمة القبرين. طبعاً ما زلنا نتلقى مشاركاتكم عبر الفاكس والهاتف والإنترنت، والنسبة تقول أن 80% من المشاركين صوتوا حول قبر أبي مرتاح وتأكدوا من وجوده في قرية عش الدبور. اسكتوا له، اسكتي، عمل لك اسكتي لحد مو صحيح. نو مو صحيح. 70%. لك شو الحكي يا شباب؟ لك مو مزبوط؟ مو مزبوط؟ لك شباب كان حكي مو صحيح؟ مو صحيح؟ لوب كانوا كريستم كذب؟ العمى؟ 60%. لك مو مزبوط بلوب؟ يخرب بيتك على الحكي؟ لك يخرب بيتك على الحكي؟ العمى على الحكي؟ ألو؟ احترامي سيدي. نعم، لا والله سيدي ما وصلنا لحل. حاضر سيدي. نعم ايوة سيدي، يعني هيك تكون حالة التراضي. نعم سيدي، نعم خير الأمور الوسط. نعم، مع السلامة سيدي، مع السلامة. خي فوريجت، شو صار مع اللجنة يا أستاذ مروان؟ يا أستاذ مروان اليوم بتكون النتيجة بكرة. طولوا بالكم. اجتمعت لجنة القبرين للمرة 15 على التوالي، وبعد التمعن في التحاليل والصور والتقارير والنقاش والجدال والاستماع إلى الشهود الأحياء والأموات، تكشفت للجنة الحقائق والنتائج القاطعة التالية. أولاً، ثبت لدى اللجنة بأن القبر الموجود في قرية عش الدبور هو قبر أبو مرتاح الأول. والقبر الموجود في قرية الجربانية هو قبر أبو مرتاح الثاني. لك الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، مع الناسكن. ثانياً، توصي اللجنة بتجديد وصيانة القبرين ليكونا هدفاً للسياح والزائرين. ثالثاً، توصي اللجنة بإبعاد وحرف الطريق الجديد مسافة 10 كيلومترات عن القريتين المذكورتين.
استاذ ناصر، استاذ ناصر تعال شوف شو طلع معي. استاذ تفضل استاذ، هات لشوف. هنا يرقد المرحوم ابو مرتاح الثالث. وقف الحفر، شبك ليش العجلة؟ بدي لحق السوق، ما بقدر اتاخر اكثر من هيك. معك حق مزبوط، بس وينك سعيد على مهلك على الطريق؟ ها حكيم الطريق بشع وكله زود، كل يوم والتاني الواحد عم بيسمع اشكال الوان عن الحوادث اللي عم بتصير. هو اذا اجيتي للحقيقه، حوادث الحراميه اللي فلتانين على الطريق هون وهون هن اللي لازم نحسب لهم حساب. انت اتكل على الله واعمل جهدك، ما تتاخر على الغدا ماشي؟ ولا يهمك، ان شاء الله الظهريات تكون عندك. شو يا سيد أسامة؟ بدك تسلم على الجدي قبل ما تسلم علينا؟ بس مو الحق عليك، الحق علي أنا اللي اشتريت لكم إياه. بابا أنا بحب أبو كاسر. مين هذا أبو كاسر؟ أولادك سموا الجدي أبو كاسر. أوه، وليش ليسموه هيك؟ على اسم العامل الأسمراني اللي نظف الأرض الشرقية من الصخر، تذكرته سعيد؟ هذا اللي كان يحمل رندا وأسامة على إيد وحدة. إيه تذكرته، بس شو اللي جابه على بالهم هلأ؟ والله ما بعرف. صباح النور. صباح الخير. يا صباح النور يا بابا. شايف يا أفندي؟ شايف الأكابر شو بيعملوا؟ بيجوا بيسلموا بالأول، مو بيروحوا لعند الجدي. يا تيس. صباح الخير بابا. صباح النور يا بابا، تعال. إيه ها، يا عيني عليك. يلا ويصال، أنا ماشي. بدك شي؟ سلامة قلبك، بس لا تتأخر على الغداء. لا لا لا، إن شاء الله ما بتأخر عليكي. يلا حبيباتي روح افطروا. قوام قوام. خاطرك. الله معك. الله يسوقك يا سعيد. البقية بحياتك يا أمو أسامة. حياتك الباقي. الحقيقة كان سعيد غالي علينا كثير، مو هيك يا أبو بدر؟ أكيد أكيد يا أبو هيثم، إيه قسما بالله كنت راح تموت حالك يوم الجنازة، إيه وتشي أوعيك كمان. بقى شو بتأمري؟ نحن جاهزين للخدمة يا ست وصال. ما بدي إلا سلامتكم. قولي قولي أم أسامة، لا تستحي، أنا المختار وواجبي أخدم أهل ضيعتي. يعني بجوز امرق لعندك بهالكم يوم مشان اعمل معامله حصر الارز، بدي اضمن حق اولادي يا مختار. ايه ضروري ضروري، امرقي لعندي، انا بالخدمه يا وصال. ايه مسامه، شو بدك تسوي بعدين؟ قصدي يعني شو مشاريعك بالمستقبل؟ ابدا، رح ضل هون ربي اولادي واشتغل بالمزرعه مثل ما كان يشتغل فيها سعيد الله يرحمه. إيه بس حرام هيك يا ست وصال، ايه ما بجوز من الله منوب. وليش بقى؟ يعني ما بتشوفي هالشغله صعبه عليكي؟ لا مو صعبة. صحيح، بدي أسألك سؤال ولو مالي فيه. تفضل. سمعت إنه المرحوم عليه شوية دين، صحيح هالكلام؟ إيه صحيح،
بس أنا ناوية بيع سيارة سعيد الله يرحمه والصيغة اللي عندي لحتى أقدر أوفي الدين. ويا ترى رح تبيع شي من الأرض؟ لا أبداً، ما رح بيع منه ولا شبر. وركب الشاطر حسن على ظهر النسر وهو فرحان فرحان ومبسوط كتير، وصار يعلي فيها النسر لفوق لفوق كتير يعني لجنب الغيم. واتطلع حسن على الأرض ولقاها بعيدة بعيدة كتير، صار يشوف الحصان وهو عم بيرعى قد القطة. وبعدين هدى النسر على جزيرة بقلب البحر ونزلوا جنب باب قلعة كبير كبير كتير، ونزل حسن لجنب القلعة وقرب على الباب ودقوا. مين؟ هاد انت ابو كاسي؟ يحيى حريشك رعبتني، ورجيني لشوفه قاطع الحبل كمان. انا بفرجيك، بس اللي بدي افهمه هاد مين جابه لهون؟ اه ما بنعرف. ما بتعرفوا مو هيك؟ هذا اكيد انت واخوكي نسيانين تربطوه منيح. يلا رجعوا على النوم قوام. تعال شوف. ولك ليش ما بتفهمي انت يا فاطمه؟ قلت لك رح سكنك لحالك، خلص انتهت المساله. بس انت طولي بالك علي شوي، لا تتبقي القصه فرد بقى. هلا هذا الحكي صرت سمعانته كثير. مرتك القديمه واولادها انا ما عاد عيش معهم نوم. لك يخرب بيته تقول شاقين الارض وطالعين. لك امبارح قطعوا لي حبل الغسيل وكل غسيل صار على الارض، بعدين اليوم يا على عيونهم قلبوا لي الطنجره وكانت عم تغلي، ولولا لطف الله كان انسلق الصغير. روحي هلا، روحي فاطمه بعدين بنحكي. روحي من وشي هلا الله يرضى عليكي. روحي لا تتبعيني، روحي قومي قومي. ماني متزحزحه من هون لتوعدي انك تاخذ لي بيت لحالي. لك يا حبيبتي خلاص خلاص كله بين حال، امشي انت امشي. اهلين وسهلين، روحي الله معك، مع السلامه. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، اهلين وسهلين، اهلين ست وصال، تفضلي. اهلين ام اسامه، يا ميت مرحبا. يا ميت مرحبا. انا ما بدي عطلك يا مختار، جاي لوقع الكمور او بس. ايه من عيوني، ليش لا يا ست فيصال، هاتي لشوف. تفضل. ايه ليش لا، وهي طابع من عندي، وهي ختم، وهي توقيعي، تكرم عينك. تفضلي خالصة. شكرا مختار، قديش بتأمر ابو هيثم؟ اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ الله يسامحك، معقوله انا اخذ منك يا ست وصال؟ بس ما بيصير هيك، يعني هاد حقك الطبيعي، سعري بسعر غيري. لا هيك رح تخليني ازعل منك. بعدين وين قايمه تروحي؟ لسه ما ضيفناك شيء وصال. شكرا يا مختار، شكرا، بس مثل ما بتعرف انا تارك الاولاد لحالهم بالبيت، صار لازم اروح. يا ستي الله يديمك ويحرسك ويخليكي فوق راسهم. بس كيف قدرانه يعني تعيشي لحالك يا ام اسامه؟ والله ما بعرف شو بدي اعمل يا مختار، تعودت. بس بيتك بعيد وباخر الضيعه والدنيا ما لها امان يا ام اسامه. وعلى هوا ما عم بسمع عصابه اللص بسمار رجعت تنهب هون وهون. سيدي الله بيحمي الجميع، شو بدنا نساوي يا مختار؟ سعري بسعر غيري. اي صحيح، بس انت بالذات مطموع فيكي اكثر، لانك لا تاخذيني ارمله وعايشه لحالك. واذا بدك النصيحه، والله انا بشوف انك تتجوزي من شي رجال هيك يعني ابضاي يحميكي ويحمي ولادك والمزرعه. بس انا مستحيل لاقي واحد ابضاي وكريم وشهم مثل جوزي سعيد الله يرحمه، مستحيل. خاطرك مختار، مع السلامه، الله معك. ليش انا من شو بشكي؟ ضاربك العمى؟ بس احكوا واحد واحد ومشان افهم مزبوط. احكي لي انت ولا شو صار معه؟ سيدي امبارح بعد عصر وانا راجع على البيت هاجمتني عصابه. العمى بقلبهم ما اوقحوا، عم يسرقوا بوضح النهار. الله وكيلك يا سيدي هذا اللي صار. كمل لشوف شو سرقوا. لا البغل والبقره الشاميه
بس سيدي، معناتها البقرة الهولندية مع العشر غنمات لساتهم عندها. مزبوط سيدي. احمد ربك اللي ما سرقوا لك الكل وخلوك على الحديدة مثل ابن الأعمى، وبوس ايدك والشقفة لأنه نازل عليك رحمة من السماء. روح لح نسجل لك شكاويك ولا يكن لك فكرة. سجل. ما فهمت سيدي، يعني شو ساوي هلا؟ لا تساوي شيء، خلي القانون ياخذ مجرى. سجلت مع السلامة. مع السلامة. وانت شو صار معه؟ يا سيدي انا هاجموني بعد العشاء وسرقوا لي 10 اكياس حنطة وثلاثة تبن وطنجرتين. بس وليش هيك عينك مزرقة مثل كحل الليل؟ سيدي قاومتهم شوي قاموا ضربوني على عيني. وضروري قاومهم انت التاني حتى يصير فيك هيك؟ قاومتهم شوي. على كل حال احمد ربك واشكره ليل نهار اللي ما قتلوك على الخالص. حاكم هدول التالين قتلها وفي اسبائيه بهالشيء، وهي سجلنا الشكوى. سجلت سيدي. الله معك. وانت شو صار معي؟ يا سيدي انا الحراميه صاتوا علي وش الصبح. وشو سرقوا لي؟ سرقوا لي الحمار انت اكبر قدر ومونت البرغل الله لا يوفقهم. بس انا سمعت انه عندك 30 دجاجه وديك. ايه سيدي صحيح. يعني هدول نفذوا ما سرقوا لك ياهو؟ ما قدروا لاني حسيت عليهم. اصبح ليش زعلانه؟ روحي احمدي ربك اللي ما سرقوا لك الدجاجات والديك. كنتي صرتي على الحديده ايد من ورا وايد من قدام. فظاعه النسوان شو بينقوا. على كل حال سجلنا الشكوى. سجلت سيدي. الله معي. خير ست وصال، شو قصتك انتي الاخرى؟ الحقيقة أنا كنت جاية أسألك، يعني شو صار بالتحريق بحادث جوزي؟ هو علينا، فعلاً بهالأيام ما حدا بيحس بحدا. لك أنتي وين ونحن وين؟ مالك شايف البلاوي الزرقاء والمصائب اللي نازلة على رأس أهل البلد من عصابة بسمار وجماعته؟ ولا نحن فكرتينا فاضين لحادث جوزي بس؟ لك لا بس لا تخافي، ما في حق بيضيع عندي. بس الشغلة أولاً وأخيراً بدها طولة بال. بعدين لا تنسي إنه في أولويات بالمسألة لك. وصال. الله يعافيكم، اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضلوا لجوا يا مسار، تفضلوا. الله يزيد فضلك. بيصير هيك يا ست وصال، والله العظيم ما بيصير. يعني ما بيصير تشتغلي النوم، حرام، مو هيك يا ابو بدر؟ طبعا يا مختار. وليش بقى؟ لانه هالجمال ما بيصير يشقى ويتعذب. هذا الجمال شلون بدي اقول لك، لك خلق للفرجه وبس. انت مثل الورده بالمزهريه يا وصال. يا سلام يا سلام، شو هذا؟ شعر حي. واقع يا حبيبي. شوف يا مختار، أنا 100 مرة فهمتك إنه أنا عندي أولاد بدي أشتغل وربيهم. ما اختلفنا على عيني وراسي، بس ليش ما بتتركي أمور الشغل والزراعة على غيرك؟ تقصد إنه أتجوز؟ وليش لا؟ ما أنت لساتك صغيرة بأول عمرك، وغير هيك العريس جاهز. ومين بتقصد؟ المختار؟ وشو بالمختار؟
الحمد لله أنا جاهز ومقتدر. إيه بس أنت يا مختار متجوز تنتين نسوان، أولادك شباب وصبايا ومتجوزات وإلهن أولاد كمان. يا ست وصال، المختار تجوز صغير وانظلم، بعدين أنت شو بدك بالشغلة؟ الشرع محلل له أربعة. يا مختار اسمعني منيح الله يخليك، أنا بعد جوزي سعيد الله يرحمه ما رح أتجوز حدا بهالدنيا كلها، وما لي هم بهالحياة غير إني ربي أولادي وكبرهم وعلمهم أحسن تعليم، بقى خيطوا بغير هالمسلة ولا بقى تفتحوا لي هيك سيرة بنوب. شو علي يا وصال؟ هذا آخر كلام عندك؟ إيه نعم يا مختار، آخر كلام. تفضلوا، الله معكم. طيب؟ بسيطة يا وصال، بسيطة. لك شو صباح الخير يا أم حامد، وينك لهلا؟ صار العصر. لا تأخذيني يا أم أسامة، أخذنا جارتنا الختيارة أم شفيع على المستشفى، مشان هيك تأخرت عليكي. وليش أخذتوها على المستشفى؟ شو صاير معها؟ نزلوا عليها حرامية بالليل، ضربوها بحديدة على راسها، كانوا رح يموتوها لولا لطف الله. دخلك ما حدا دافع عنها؟ منين يا حسرة؟ أم شفيع مرة كبيرة وما لها حدا بهالدنيا، أصلا هذا اللي مطمع الحرامية فيها. يا حصرتي لو كان إلها رجال ما كان حدا استرجى يقرب عليها. هذا أنت أبو كاسي؟ أهلا وسهلا. لك العمة بقلبك شو بهيم قاطع الحبل مرة تانية؟ أنا بفرجيك. لك أنا بس بدي أفهم، أنت جني ولا جدي؟ خد خليك بأرضك لا تتحرك، أصلا أسامة ورمدة نايمين. داي أخلاقك مو هيك؟ فهماني عليك أنا، بدك تلعب معهم. لا يشبعك لعب. فوت أبو كاسر فوت، وين طالع بهالعتمة؟ بدك تفقد الحمار مو هيك؟ ويا ريت لو يعلق الحرامي بإيدك كنت خلصتنا منه بقى. تتذكر أبو كاسر الحرامي اللي مسكته السنة الماضية شو سويت فيه؟ يعني بس كتير كنت قاسي عليه أبو كاسر، مو معقولة تقطع له أدنيت تنتين ومنخاره بس لأنه سرق الديك. إيه طبعاً طبعاً بتذكر، شلون ما بتذكر؟ مو هداك الحرامي اللي إجا بده يسرق البقرة؟ بتذكر إنك حطيته بكيس وخليت البغل يدعس عليه ويعمل فوق. إيه بس بدك الشرطة ما تدرى بهذا اللي قوصته براسه ضربين وحفرته وطمرته جنب حيط السور بس لأنه بده يسرق شوال الشعير. إيه صحيح أنا بكره الحرامية مثلك، إيه بس ما بسويين فيهم هيك. شو عم تقول؟ سامع صوت من وين؟ من برا. إيه لكن أنا رح أقوص عليهم بالبارودة فورا، اليوم دوري يا أبو كاسر، أنا اللي بدي أجيب آخرتهم. بس هيك مو معقول يا ابو رماح، السعر اللي عم تدفعه كتير قليل. لا مو قليل،
لا تنسى ان البضاعه مسروقه يا زعيم بسمار. مزبوط مسروقه، كمان نحن مخاطرين بحالنا مشانها. الخلاصه شو بدك تشتري من عنا اليوم؟ رح اشتري كاس الحنطه والفاصوليه. والعجل ما بدك اياه؟ هذا للتشبايه وحده بوحده. لا ما بدي اياه. ليش؟ لانه معروف بالمنطقه. بعدين وين بدي بيعه؟ ما في بقره الا بتعرفه. لك شبك يا ابو رماح، شغل لي مخك شوي، ضروري تبيعه هيك صار سليم. لك انا شلون بدي بيعه؟ اذبحه وبيعه لحم، الجلد لحال والقشه لحال والهبره لحال. شايف لي لحام قدام منك؟ انا تاجر، تاجر يا زعيم بسمار. يخرب بيته، والله هلكني باكله. علي الحلال اذا بيطلع بيدي لبيعه 20,000 واخلص منه. وانا شرب 10. ب 10 انت الثاني؟ طيب ماشي، هات 10. تضرب شو انك تاجر معت. وهي 10. ولا تنسى تبعت لي البضاعه بسرعه، لا تاخر لي فيها، مفهوم؟ ماشي يا برماح. يا الله، السلام عليكم. الله معك. شو يا بلاقيكم راجعين عم تطوطحوا بايديكم؟ وين المسروقات يا جراده؟ والله يا زعيم بسمار ما قدرنا نسرق شيء. منيح اللي نفدنا بريشنا. ها يعني هربتوا؟ بس الله وكيلك يا معلم بسمار، يعني اللي شفناه واللي سمعناه مو بيهرب كعبور وجراده، بيهرب عنتر بذاته. خلصوا له انتوا يا يلعنكم جبنه وخروق. مره وحدانيه ارمله عايشه لحالها وما في مين يحميها. لك الحرام اللي ما صار له بالكار غير من مبارح بيسرقها بسهوله. بقى باعت 2 على اساس عاملين لحالهم سباع الليل، هربانين من وشه وجايين ركض مثل الكلاب، ودحشين اللي دنبهم بين رجليهم. اما هي اخر سمعه. بس يا معلم الارمله اللي بعتنا عندها ما كانت لحالها. مزبوط. شلون لكان؟ مين كان معها؟ الزلمه قتل اسمه ابو كاسر. ابو كاسر؟ ومين هذا ابو كاسر؟ الله لا يفرجيك يا زعيم اللي شفناه واللي سمعناه. وشو اللي شفتوه؟ قولوا لا. والله ما بعرف يا زعيم، يعني مدري هو جني، مدري عفريت، مدري بني آدم، ما عرفت. وبرقبته في شي 10 قتلة وكلهم حرامية مثلنا. لقوا في واحد قاتله وطامر بقلب المزرعة تحت الحيط. شره. أما هاي خيلة، ولك المعلومات اللي عندي بتقول أنه هاي المرة وحدانية عايشة لحالة مع ولدين صغار. زعيم إذا مو مصدقنا ليش ما بتروح معنا وبتشوف بعينك وبتسمع بإذنك؟ وانت قلت وحياتك رايح لروح أشل للمزرعة أش. قال أبو كاسر قال. سكوني
شو جابك لعندي لهون؟ كم مرة قلت لك لا تجي عندي هون على البيت بنوم؟ أنا بقول عندها جاي أقول لك إنه اليوم كان رح يكون آخر يوم بحياتي بسببك أنت. بسببي أنا؟ إيه، لأنه المعلومات الاستخبارية اللي عطيتني إياها حضرتك عن هاي الأرملة وصال إنه عايشة لحالها وما عندها حدا غير ولدين صغار وسرقتها مثل شربة المي طلعت كلها غلط. شلون غلط يعني؟ يعني طلع عندها رجال مشراني وقتال قتلها كمان. شو هالحكي؟ مو معقول. لك شلون مو معقول؟ شفته بعيني واسمه أبو كاسر كمان. أبو كاسر؟ لك إيه، مثل ما عم قلك أبو كاسر، ولقواص عنده مثل فصفصة البزر. معناته هذا صاحبه. والله وقعت يا وصال والله. يا لطيف يا لطيف تلطف، شو الحكي اللي عم بسمعه؟ عنده صاحب وغريب عن الضيعة كمان؟ سترك يا ربي سترك. ومين قال لك هالحكي يا أبو رماح؟ ناس أوادم ومرتبين شافوه عنده بالليل. الله أكبر الله أكبر، أنا لازم بلغ أعضاء المخفر فورا. ورئيس المخفر كمان. مزبوط، ورئيس المخفر. شو شرف الضيعة ضحكة بابي يعني؟ هلأ بيّن ليش رفضتك يا مختار. المخلوع عنده صاحب وما عم بتضيع وقت. مزبوط، بسيطة يا وصال بسيطة. ايه هون هون عندك محمد، فضيون هون. وينك يا ست وصال؟ يا وصال بدون لف ودوران، وينه؟ منو هاد؟ منو هاد؟ يا حرام ما لا خبر، صاحبك محبوب قلبك يلي مقاويتيه عندك. طولوا بالكم طولوا بالكم وفهموني، انتو شو عم تحكوا؟ عن ابو كاسر. عن ابو كاسر؟ بتكون ابو كاسر لكان. بتعترف فيها مقوصة؟ بشو بعترف بها؟ انه لك صاحب غريب اسمه ابو كاسر ومجرم وقتال قتله كمان. هلا كلكم جايين ومسلحين ما شاء الله حولكم وحواليكم مشان ابو كاسر؟ كله بكفه وشرف الضيعه بكفه يا وصال. وليش ما اجتكم النخوه ودافعتوا عن بيوت الضيعه ومزارعها لما اللصوص نهبوها نهب واعتدوا على ناسها بالقتل والضرب؟ وين كنتوا لما انا ما عم نام الليل لحتى احرس اولادي وخايفه باي لحظه انه هدول الحراميه يداهموا بيتي ويعتدوا علي وعلى اولادي وعلى رزقي؟ لا، والاحلى من هاد كله انكم استوطيتوا حيتي، ويا مين يشوفني ارمله يركض ويجيني هروله، ولا شو يا مختار؟ هلا لا تبيعينا حكي على الفاضي، طالعي صاحبك بالبيت طالعي. بكفي، طولوا بالكم وهدوا شوي، رح جيب لكم ابو كاسر. يا ابو كاسر تعال، جماعة بدهم اياك، بدهم يتعرفوا عليك. تعال ابو كاسر تعال، لا تخاف، بس بدهم يشوفوك. شو ها؟ هذا جدي. ايه نعم جدي. وليش عم تنادي له ابو كاسر؟ من قلة الرجال بالضيعة يا مختار. وهلأ يا مختار هالبيت لكم وهبوني يا. شو يا؟ أبو كاسر؟ أبو كاسر؟ أبو كاسر؟ أبو كاسر؟ هذا هو أبو كاسر؟